السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو؟ لاباس لاباس عليكم. جاتكم واحد الوصفه يا خوتي زوينه وجرباها، ونتمنى ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي. قبل ما نبدا كنسلم على داخل الوطن وخارج الوطن، جميع دول العرب فيهم المصريين التونسيين الجزائريين المغاربه ديالي، كنسلم عليكم بزاف بزاف. وسمحوا لي على التعطل اللي تعطلت عليكم على حسب الموت وما كنساليش. ودابا يا خوتي دابا غادي نبقى نبدا معكم دابا من هنا لقدام ان شاء الله. الوصفات الله يعطينا الصحه وراحه البال، والله يرحم اللي مات، والله يجعل البركه في اللي باقي. دابا جاتكم واحد الوصفه زوينه في هذا الوقت هذه، كتنشف لنا البشره ديالنا، وكيجي حيت تنشف البشره ديالنا كيجينا التجاعيد للوجه ديالنا. جبتكم واحد الوصفه زوينه نتاع جدودنا ومزيانه، بغيتكم المتتبعين ديالي اللي عنده البشره ديالو جافه وكتنشف بغيت يدير هاد الوصفه هادي زوينه. هادي كانوا كيديروها جدودنا شحال هادي، وراها مزيانه كتبقى البشره ديالهم مجبده وكتبقى كتعطي داك البريو بحالي تقولي دايرين بحالي تقول دايرين شي دهنه لوجههم، كتبقى وجهها كيدير. وقلت مالي ما نشاركهاش معاكم زوينه. عندنا هنايا ديك الفراره ديال الحليب، حليب كامل الدسم، الفراره ديالو ملي كنكونوا مفيضين هكا الحليب كنهزو هاد الفراره هادي كنهزوها بالمعلقه. ها هي هادي راه الفراره ديال الحليب، هادي ها ملي كيفيض الحليب المتتبعين ديالي كنهز داك الفراره الفوقانيه وتنديرها هنا وكنغطيها بالسلوفان مزيانه الوجه، كتجبد الوجه، واللي عنده الوجه ناشفه راها مزيانه ليه. هاد الفراره ديال الحليب الا تبعتوها المتتبعين ديالي اللي عنده الوجه كيدغيا كينشف عليكم بهاد الفراره ديال الحليب، راها مزيانه خصكم تتبعوها. وبغيت انا كنشارك معكم الوصفات غير حاجه طبيعيه، حاجه زوينه. وعندنا هنا بيضه بلديه، ها هي بيض البلدي. دابا حنا غادي نهرسوا هاد البيضه هذه، بسم الله. ندير غير هاد البياض ديال البيض، نديرو بحال هكا، كنحافظوا على هذا الصفر هذا حتى هو غادي نبغيوه حتى هو، غادي نديرو مع النشا ونديرو حتى هو الوجه هنا. كنجيب هاد الفراره ديال الحليب كنشركوها مع هاد البياض ديال البيض. شنو نقول لكم نتايا، راه مزيان البشره مزيان هاد الفراره ديال الحليب مع البياض ديال البيض، كنخلطوه مزيان حتى كيتخلط. اش الحليب نيت هذا الحليب ديال البقر كامل الدسم ومع الفراره ديالو، واش غنقول لكم كيخلي البشره رطبه بحال ديال الدراري الصغار. كنخلط هادشي مزيان حتى كنخلطو. وبغيتكم تتبعوا هاد الوصفه هادي، تبعوها راه مزيانه، راه اللي عنده البشره جافه واخا ما يغسلش بالصابون الحجره، راه الصابون المنجل راه تينشف البشره ديالنا. الصابون اللي كيوفق لكم انتم عاوتاني البشره ديالكم، وديروا لوجهكم. عندك هاد الحليب كيغدي البشره ديالنا، عندك الصفر البلدي هذه راه بيضه بلديه اللي درت لكم انا، هذه كنحافظ بها حتى كنديرها مع الخرقوم حتى هي لوجهي. وهاد البياض هذا باش بغيتكم ديروه مع هاد الفراره ديال الحليب تيجبد هو البشره، ما كتبقاش البشره ديالنا مكمشه دايره داك التجاعيد. صافي كنسالي بحال هكا، بسم الله. ملي كنسالي بحال هكا كنديروها على البشره ديالنا، غادي نحيد بعدا نضري، كنديرها بحال هكا على البشره ديالنا هكا ياه، كنديرها جهه العنق الجبهه ديالي هكا، حيت هاد الفراره هادي د الحليب راه كتبقى البشره ديالنا مجبده مزيان، ما كتبقاش اخوتي مكمشه. بغيتكم تتبعوها هكايا، بغيتكم تتبعوا هاد الوصفه هادي، وغادي ديروها حتى العمق ديالكم ليديكم لوجهكم من هنايا ها، وغتجلسوا حتى تنشف البشره ديالكم مزيان، كتغسلوها بالماء دافي اولا ما بال كل واحد باش كيغسل وجهه، وديروها من الليل
كتخليوها حتى كتنشف عاد تغسلوا وجهكم، ومني غادي تغسلوا وجهكم ما ديروا لا صابون ولا حتى حاجه، كتبقى البشره ديالكم اش غادي نقول لكم مرطبه، وكتبقى تحيد داك التجاعيد، وكتبقى البشره ديالكم هكا مجبده. بغيتكم تتبعوا اخوتي هذه الوصفه، هذه راها مزيانه، راه ديرها اي وحده مراه كبيره اولا بنت اولا راجل اللي عنده وجه كيكون ناشف. هذه بغيتكم تتبعوها من الليل لليل، ما ديروهاش بالنهار. وغادي ديروا هذه الوصفه هذه، بغيتكم غير تشكروني وترحموا لي على والديا. انا كنتبع كنتمشك معكم غير حاجه اللي طبيعيه ومزيانه اللي كانوا كيديروا جدودنا، وبغيتكم ديروها، وكتبقى منها كتنقي الوجه، منها كترد البشره كلها مجبده، وكتبقى لكم البشره ديالكم رطبه. وبغيتكم اخوتي تتبعوا هذه الوصفه هذه وديروا ليا جيم، وتبقاو تبارطاجيو هذه القناه هذه الناس اللي عزازين عليكم، باش هذه القناه هذه تطلع ان شاء الله بجودكم، وربي يخليكم ليا المتتبعين ديالي. كتكتبوا لي في داك الكومونتير اخواتي بغينا حتى انايا غادي ندير معكم المجهودات ديالي، نشارك معكم اي وصفه جربتها، نشاركها معكم المتتبعين ديالي، وديروا ليا جيم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.